دلوقتي وصلنا على بيتنا. ويلكم جيت انسايد يور نيو هاوس اند اكسبلور. خلينا ندخل البيت ده عشان نكتشف على ويا. النهارده بيقولوا ان هم هيسرقونا. مين هيسرقونا؟ انا مش عارف. حركه الفرخه بيقول لي تعالى واد ابو علي كده عشان نشوف مين اللي هيسرقنا. ليتس جو. البيت ده جامد. ثانيه شغل كده التلفزيون. مش عايز قول الفلوس. انت هو بقى بتشاي حي بتشاي في بتشاي ياتشو هو ايه اللي كسر؟ بس هو ده الفرق. ايه ده؟ مين اللي فاتح الادراج دي؟ هاتشاو حركات يا قرد. انت يا ابني لو في فلوس ثانيه بيو سرقت فلوس بقى معايا 22 دولار. انت هو بقى بتشاي دي بتشاي في بتشاي عشان بتشاي بتشاي بقى بتشاي خصاصة. ليتس ميت ات ذا كيتشن. اوكي خلينا نتقابل في المطبخ. اللي كاتب لنا كده واحد اسمه بيج برو اللي هو الاخ الكبير يعني او الصاحب اللي هو الكبير. بس ثانيه اللي عايزين نكتشف ماب. ايه ده؟ دي مامتنا اللي في المطبخ. قول الفلوس فوق. انا هكتشف المكان فوق الاول. خد ابو علي كده الفلوس. اي مام. ايه طبعا ماما بترد علينا. نو بروبلم. طبعا بتقول مفيش مشاكل. ليت مي سي واتس ان ذا فريج. ايه ده؟ هتحضر لنا اكل. بتقول لها خلينا ابص كده في الثلاجه اشوف ايه اللي موجود عشان اعمل لكم اكل لذيذ. انت هو مش هو مش محشي. محشي ايه بس؟ استنى بتبص في الثلاجه. ايه ده؟ في عربيه عدت من بره. ماما بتكتب. ايه يا ماما؟ التلاجة مقفولة برقم سري ولا ايه؟ Seems like we don't have any food. What؟ يا حميكا! ازاي ما يبقاش مش كده ولا ايه؟ هو بتقول تقريبا كده ما معهاش أي حاجة. I'll go to the store for some bread and milk, right؟ هي هتروح السوبر ماركت عشان هتجيب عيش ولبن وكده عشان تعمل لنا أكل. See you guys at 9 p.m. باي! بتقول لنا هشوفكم الساعة 9 بالليل. انت هو بقى مش هتجيب عيش ولبن ولا ايه؟ ايوه تجيب عيش ولبن. يا حميكا هي شايفاني وانت تولي؟ شايفاني قطط وانت ما بتاكلش يعني عيش ولبن؟ انت هو مش هاوي مش محشي. محشي؟ معايا نص الكحكه. ولا خد الكحكه دي يا بجي. وانا كمان معايا كحكه. عايز اطلع اكتشف في الدور الثاني فوق على اللواء. سانس ام نيو هير. اي ونت تو اكسبلور. وانا كمان برضه على اللواء عايز اكتشف المكان. او ذير از ا نيو بلاي جراوند. في بيقول لنا مكان لل قول التفاحه. انت هو مش هياخد مش كويس ولا ايه؟ Today is a sunny day. We can go and have fun there. اوه بيقولوا لنا احنا ممكن نطلع نلعب في البلاي جراوند قبل ما ماما تيجي عشان النهارده الجو مشمس. يبقى في شمس؟ لا الشمس مختفيه. طيب ماشي. بيقولوا لنا go to the playground. تعالوا كده يا شباب عشان نروح البلاي جراوند. فين البلاي جراوند؟ ايه ده؟ هي اللي هنا ولا ايه؟ وات؟ ممكن تكون هي دي. يب هنا بصوا نقدر نلعب. اوكي احنا وصلنا فين؟ يا شباب مش مكان شيء. مكان سري. ايه الارض بادي؟ المكان ده ما تدوسوش على ازرار. تعالوا انا بص على الواد. ادخل البيت واطلع كده عند الواد اللي هو اللي اسمه بيج برو. تعالى كده احرق. اوه بصوا شغلوا ايه النوبات. الواد هيكتب لنا دلوقتي. هيقول لنا مين النوب اللي شغل البتاع ده. ذات واي. بيقول لنا الطريق ده. خلينا نطلع كده من هنا. هو فين على الواد يا الواد؟ اوه انا طلعت بره البيت. تعالى كده زعبولة. ابو علي انا وراك مطعم كده مش عايز يجي. انت هو بقى مش بشايك مش التلاجه يا ابني. التلاجه فاضيه. الواد ده غبي على الواد. هيوار هاف فن. ايه ده احنا وصلنا؟ وصلنا على الواقع عند البلاي جراوند. اوه مراجيح جامده. ابو علي عايز حد يزور على المرجيحه. ثانيه انا عايز اقعد. طب يا شباب اتمرجح مره يا شباب. وات يا شباب؟ هو انا مش هتمرجح يعني ولا انتوا جايبين اتفرج عليكم؟ ابو علي هات 10 جنيه. هو ايه ال 10 جنيه كانت بتاعتك؟ انت ما بقى بتمرجح. ايوه اتمرجح كده فرخه. ثانيه ذوقك حركات. ايوه خدني معاك كده. ليتس جو. ايه ده؟ يا لهوي حركات. بص لفه من على البتاعه يا بنت. يا ابو علي هو انا عملتها بالحظ اصلا؟ بصوا حركات. بصوا من كتر الزقه بيلف من على البتاع. بصوا لف. ليتس جو. لف من فوق على الويه. اوكي خلينا نطلع. طيب كده نتزحلق ونجرب. بيو زحلقه. يبي بصوا بقى التلمينين. هي جايز وي شود باي سم سناكس فروم ذا ستور. بيقول لنا المفروض نجيب سناكس حاجات كده اكل سريع عشان طبعا ما نجوعش يعني من المحل. وي ار جوينت تو بي واتشين موفيز اون ذا تي في تونايت. بيقول لنا احنا هنروح نتفرج على فيلم النهارده فاحنا محتاجين سناكس زي فشار لب الحاجات دي. اوه التفاحه. ليتس جو. وكمان يا نهار زبادي وفلوس. اوه ات هوم اوف كورس. اه بصوا بيقول لنا هنروح نتفرج على البتاع في البيت. اوه ماي جاد. هي يو. بصوا بيقول لنا ايه؟ اي نيد يور هيلب كيدز. ايه ده؟ جالنا راجل عجوز. احمد كمان راجل عجوز ده قوي. استنى حركات. اي موفد انتو ذيس بيلدينج ريسنتلي. بيقول ان انا جيت سكنت هنا جديد. اتس كومبليت ميس رايت ناو. اي نيد سم ون تو هيلب مي كلين ات اب. بيقول انا محتاج واحد يساعدني عشان ننضفها. ابو علي مش هشتغل خدام انا. ابو علي بيقول ادينا فلوس كتيره. ابو علي خدام اصلا بحب انضف. يلا بينا. زعبولة انت يا دوب. انت هو مش هشتغل فلوس مش بخيب ويد. حركات يا دوب انت كمان. I tell you guys some secret stuff that you definitely will need to know. بيقول انا اقول لكم على معلومات سريه انتوا فعلا عايزين تعرفوها.
او ماي جاد، الراجل عجوز ده ورا سر علويه. جايز شود وي هيلب هيم كلين اب هيز ابارتمنت؟ المفروض ان احنا نساعده ننظف الشقه بتاعته. خلينا نساعده، هيلب هيم. هنختار طبعا ان احنا نساعده عشان نشوف الراجل العجوز ده ايه السر بتاعه. طيب ويل هيلب يو، احنا هنساعدك. المفروض دلوقتي على ايه ده، العجوز اختفى ولا ايه؟ تعالوا تعالوا يا جماعه البيت بتاعه. ليتس جو عجوز افتح. اتشاو ابو شبك كوبا شادو تلاقى ابو شادو بدا ابو شاليا حركات فرخه. استنى، ثانكس فور كومينج تو هيلب مي. ايه ده، روح لبيت العجوز. خلي ابص من البلكونه كده على المكان. يبي اهي على البلاي جراوند اللي انا كنت بلعب فيها. المرجحه بتاعت حركات. سو بيسيكلي اي جاست موفد هير، ماي ابارتمنت از ستيل بريتي امبتي. طبعا بيقول لنا ان الشقه بتاعتي لسه فاضيه لان انا لسه جاي هنا جديد. اي نيد يو جايز تو هيلب مي كلين ايفري سينج اب. اوكي، بيقول لنا ساعدوني ان انا انضف كل حاجه في البيت. اوه الشقه دي جامده. ممكن يكون مش هو اللي كان بياكل يا زعبولة، ممكن يكون الراجل القديم صاحب الشقة. اه ممكن. بس يا معلم الراجل العجوز ده ازاي شاري شقة غالية كده؟ مش عارف ازاي جاب الفلوس دي وشاري شقة كده جامدة في المدينة، ده أحسن شقة. أوه واو جود جاب يو جايز وير كويك. بيقول لنا أنتوا كنتوا سرعة جدا. إيه يا أبو تشي سابو تشي تلاقى حركة الفرخة، إحنا جايين نسرقه ولا جايين نساعده؟ سو وات واز ذا سيكريت يو بروميز تو تيل أس أباوت؟ بص حركات بيقول له إيه، هو إيه السر اللي أنت قلت لنا عليه؟ هو التاوي هاجي بتشاف الشي ولا ايه؟ اوكي I want to tell you guys. بص بيقول لنا ايه، انا عايز اقول لكم I know where the kidnapper's secret base is located. What؟ بيقول لنا انا عارف مكان البيز او البيت بتاع اللي هم الخاطفين. I heard their plan they want to attack our town tonight. What؟ بيقول انهم هيهجموا على المدينة النهاردة. You will need to do everything to protect your house. اوكي انا فهمت دلوقتي على الراجل ده عارف كل حاجه عن المجرمين. As a thank you for helping me I'll give you زوز. ايه ده، ادانا بص على زوز البيسبول اللي هو العصايه البيسبول دي عشان ندافع عن نفسنا. There you go use them to attack the bad guys. احنا دلوقتي هنقدر نضرب اللي هم الناس الشريره. معايا كسر اسمه علي. No problem. Also بيقول لنا خدوا بالكم كمان عشان it's getting pretty late rush home now. بيقول لنا روحوا دلوقتي للبيت بسرعه. I might come to help you at some point. Stay tuned. بيقول لنا ان انا اجي اساعدكم عشان في ناس هتيجي تهجم على المدينه. نزلنا من عند بيت الراجل الشقه الجامده اللي فوقي عليه في الدور الاخير دي، فاحنا نرجع على بيتنا تاني. Let's go home guys. خلينا نرجع كده على البيت. يلا حركات. انت هو ابو شيخ ابو شبابي ادو انت. بص حركات واحنا هنروح البيت بتاعنا ونشوف بقى مين اللي هيجي لنا. ممكن يكون هو كان بص العصابه بتاعت الخاطفين دي اللي هي الكدابه. ممكن يكون هو علويه فعلا. بيقول لنا ان في عصابه في المدينه هتيجي تخطفكم وتهجم عليكم النهارده، فاحنا هنرجع للبيت عشان نشوفه. بيقول كمان ان هو عارف مكان القاعده بتاعتهم اللي هو البيت الاساسي. طب هو عارف المعلومات دي منين؟ انت يا ابو مش عارفك مش محشي يا ابني. بيقول لك في ناس هتيجي تخطفنا وانت تقول لي تاكل محشي. هو اتشابع يا ابو مش هتخطف جعان مش ولا ايه؟ لا ما تتخطفش جعان، انا اللي اتخطف جعان. اوكي ايه ده، الدنيا بتمطر على الواقع. يا ماما ما جاتش ليه من السوبر ماركت لحد دلوقتي؟ معايا بنت عندي يا ابني معايا، وبعدين بنت الناس اللي هتيجي تخطفنا دي مش فاهم حاجه. هنشوف يا زعبله. اوكي ايه بيج برو، شغل لي التلفزيون يا كابتن. بص دلوقتي على الواد بيقول لي لايكلي وي ميد ات جاست بيفور ات هيت 9 بي ام. طبعا بيقول احنا من الحظ بتاعنا ان احنا رحنا لعبنا وساعدنا الراجل قبل الساعه 9. بات وير از اور مامي؟ طب ماما قالت هتيجي الساعه 9 بس لحد دلوقتي لسه ما جاتش. اتس 9 بي ام اوريدي اي ثينك شي از جوينج تو ستاي اوه ات ذا سيتي هوستل بيكوز اتس رينينج اوتسايد. بيقول ان هي هتقضي النهارده اليوم بتاعها في السيتي هوستل اللي هو المكان زي الفندق عشان الجو بره تلج وبتمطر فمش هتعرف تيجي للبيت. ماشي احنا دلوقتي فهمنا ان احنا هنقضي النهارده اليوم لوحدنا من غير بابا، يعني هننام قاعدين. ميك شور اول ذا دورز ار لوكت. يب خلينا نتاكد كده البيت مقفول. يا سلام اوه فاتحين البيت يا نبات اقفلوا، بقول لكم في ناس هتخطفنا وانتوا فاتحين الباب. انت يا ابو تشي جو ابو تشي مفتو بس يا فرخه. وبعدين انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت يا ابو تشي بفكر يا ابو تشي بتاعي يا ابو تشي بتاع ابو تشي بقى التلاجه. بتفكر في طريقه تفتح التلاجه وتبص في الساعه ليه؟ عشان بص اشوف بدري انت بص هتختفي دي بص تاخد ليه؟ هو انت كمان عايز تتخطف بسرعه؟ يا نهار زبادي ايه الغبي ده؟ ايفري وان كم تو ذا ليفنج روم. اوكي المفروض ان احنا نيجي للليفنج روم دي على الواقع. جيت بريبيرد فور ذا موفيز. طبعا دلوقتي المفروض ان احنا نجهز نفسنا عشان نتفرج على التلفزيون. هو انتوا قعدتوا على الكنب؟ طيب انا بقى بص على الواقع ممكن ايه؟ ما ينفعش ان انا اطلع اقعد هنا كده على التلفزيون. ماشي مش مشكله. ذا موفي ستارت. اوه الفيلم اشتغل على الولا هنتفرج عليه. خلينا نتفرج على الشباب اللي راح المدرسه دي. عندنا خمسه من الاصدقاء رايحين المدرسه فرحانين او طالعين من المدرسه. انت ابو شباب ابو شواجي بس فرق واجب وايه اللي ايه ده الامرجنسي برودكاست. اوكي حالة طوارئ عندنا. بريكنج نيوز. اوكي كيدنابرز هاف اسكيبد ذا بريزن. بيقول لنا العصابه اللي بتخطف الناس هربت من السجن. بص على الواد فري كاندي كاتبين على العربيه وخاطفين طفل. ميني كيدز وينت ميسنج ذيس ويك. بيقول ان في اطفال كتير اتخطفت الاسبوع ده. وايه اللي هيحصل يا شباب؟ طب علي
الجمعه على التلفزيون شكله بقى طفوله. ايه ده؟ وانتوا قعدتوا ازاي كده يا ابني؟ مش عارف والله. او دونت وري جايز، وي ار سيف. احنا سيف كوز يو جايز لوك ات اول ذا دورز رايت. احنا قفلنا البيت كويس فبقولنا عشان كده احنا في امان يعني. طيب ماشي يس، وي لوك ات اول ذا دورز، وي شود بي سيف. في واحد من الجيش الحربي بيقول له واحنا عشان قفلنا الابواب كلها المفروض نبقى دلوقتي في امان. يو ديد ا جود جوب لوك ان ذا دورز، بيقول لنا انتوا عملتوا مهمه حلوه ان انتوا قفلتوا الابواب، عشان كده علويه كاتب لنا اول رايت اتس بيت تايم، هتطلعوا تناموا فعشان كده الوقت اتاخر، يلا تعالوا كده اما نطلع ننام. خلينا ندخل كده علويه، انا مش مطمن، انا مش مطمن للعصابه اللي طلعت من السجن دي. فاتحين الادراج بتعرفوهم ان احنا معناش فلوس عشان يموتونا على طول اول ما يدخلوا. اتشاو يا بوتش ده بوتش بشا. طيب ماشي ماشي، خد جنبك. لا بوتش ده فوقيه نفيك. ماشي خلينا بينا كده. تصبحوا على خير علويه، نشوفكم بكره اما نصحى من النوم. اوكي الصبح طلع ولا ايه؟ مش عارف الدنيا لسه بتمطر. يبي الصبح بيطلع اهو. طبعا دلوقتي علويه خلاص بس اوه فري كاندي، عربية العصابة عدت من قدام بيتنا. يا نهار زبادي، انت هو ابو شوت شوتك مش كان مش ده بس يا فرخة. طب ايه ايه حلوه العربية دي؟ عايز عربية المغربيه كاتبين على العربية فري كاندي اللي هو حلاوة ببلاش. اوه سمعت الصوت. يا نهار زبادي جايز اي هير سمثينج داون ستيرز. يا راجل انت بس اللي سمعت، احنا كلنا سمعنا. بيقول ان انا سامع صوت بصو غريب، اتس مام. بص بيكبروا كاتب ايه؟ ماما ماما تكسر الشباك، ليتس جو داون ستيرز اوكي ليتس تيل هير اباوت ذا نيوز. بيقول لنا خلينا ننزل طبعا تحت عشان نقول لها عن الاخبار اللي شفناها في التلفزيون. انا مش مطمن يا علوي، مش يا لهوي مين الراجل ده؟ حرامي دخل بيتنا. ده راجل مجنون، ايه ده شكله متشدد. يو ريلي ثوت يو كان هولد اس لوكين اول ذا دورز. بص كاتب لنا ايه يا علوية؟ انتوا فاكرين ان انتوا هتقدروا تمنعونا ان احنا ندخل البيت لما تقفلوا كل الابواب؟ ده احنا هنكسر راسكم. هو كاتب كده طبعا. تعالى فرخه، تعالى فرخه امسك. انت هو ابو شحمل كبش دمه كبير ولا ايه؟ هو دمه كبير فعلا. ايوه قعدوه على الكرسي كده كسروا راسه. ده احنا بص انا عايزك تجيب انا اكلك النهارده بيتزا. انت هو ابو شحمل مش ابو شحمل بيتزا. حضر له بيتزا. ماله نجيب له لبن وعيش كمان. ابو علي كسر راسه بسرعه. والله بص علوية ده احنا دغدغناه. امسك الله يدوب. اوه ماي جاد خلاص علوية كده اتفنش. ذا كيد نيبر ده مش مي الوت. طبعا انا كاتب اللي هو الكيد نيبر ده ضربنا جامد. I'll see what can do tomorrow. طبعا الواد كاتب علوية انا هشوف ايه اللي انا اقدر اعمله بكره. فور ناو بص الواد بيعيط علوية. Everyone back to bed. ايه ده؟ هو لسه الصبح ما طلعش؟ ازعجونا من النوم علوية والله. اوه ماي جاد بصوا كاسرين الازاز ازاي؟ المفروض دلوقتي ان احنا نطلع ننام. يلا زعبولا. يلا بس تعالى ننام. خلينا ننام برضو هنا كده فوق. ايه ده بتسرق سرير حركات؟ تحت مش الجو حار ولا ايه؟ هو اللي تحت الجو حار؟ قوم يا واد. طيب يا علوية الصبح طلع زي ما انتم شايفين. جود مورنينج ايفري ون بيج برو وي ار هانجري. احنا طبعا جعانين. نوت بروبلم. بيقول لنا مفيش مشاكل، ماشي هنحضر لكم اكل. وي كان اوردر سم بيتزا. احنا نقدر نطلب يا علوية بيتزا. ليتس جو عشان طبعا احنا جعانين. فهنشوف. ايه ده انت بتعمل ايه حركات؟ انت هو مش بابا مش هابا مش هاكل بيتزا يا حبيبي. تاكل بيتزا؟ طب خد دي جنبك. انت طلعت على الثلاجه يا لوي؟ ثانيه عايز اطلع كده على ثواني يا لوي خطفوني فوق يا لوي. عايزين نرقص زي ما حركات برز رقص كده بعد. ايه لا مش الرقصه بتاعت فورتنايت، عايزين الرقصه الثانيه بتاعت حركات. ايوه لا مش دي برضو اللي هي دي بتاعت حركات. يبي ارقص كده بعد انا اكل بيتزا. انت هو مش بابا مش فلوس. ندفع الفلوس؟ مش معاه فلوس. خبش لسه مش ياجي نسرق الراجل. هو اللي نسرق الراجل؟ لا طبعا ما ينفعش. انت بص لكش دعوه، هو الواد اللي اسمه بيج برو ولا يدفع الفلوس انت بالك. خلينا بس نستنى الراجل. ويت فور ذا بيتزا تو ارايف. طيب ماشي المفروض ان احنا نستنى الراجل البيتزا. او في حد خبط سمعتوا الباب؟ ثانيه انا اللي افتح، محدش يفتح. انا انت واد انت اهو بص اللي بيضربه بالعصا. سمون از ات ذا دور انسر ات. بيقول لنا افتحوا له بسرعه. خلينا نفتح. يلا يا شباب خدوا العصايه ده جاب لنا بيتزا. هي ازيك يا كابتن؟ بص جاب لنا علويه اربع علب بيتزا. هاي اتس دليفري مان. طبعا بيقول لنا انا رجل البيتزا اللي هو الدليفري. ماشي ماشي خلينا ناخد منه البيتزا علويه عشان ناكل طبعا. 20 دولار بليز. مين معاه فلوس؟ انت هو مش ده مش مع عصايه. زير يو جو بيتزا جاي. الراجل دفع على طول اسمه بيج برو. حركه عايز اضربه بالعصايه. هو تشاوع بس ثانك يو استي سيف. وانت كمان خد بالك من نفسك. بيقول له خدوا بالكم من نفسكم. فالواد بيقول له بيج برو يو تو انت كمان خد بالك من نفسك باي. فهو ياخد بعضه. ايه ده قفلنا في وشه. ايفري ون هير از يور سلايس اوف بيتزا. طبعا بيقول كله هنا ليكم قطعه من البيتزا. قطعه حركات سمعت كل واحد ليه ولا حاجه. ابو تشاكو بيتزا كلها. هو ايه اللي كل واحد ولا ليه ولا حاجه؟ الواد بص عايز ياخد علبه بيتزا كلها. ازاي يا ابني؟ انت بص كل واحد ليه قطعه. انا ليا قطعه ايه؟ بلاش بص خلينا نخبيها.
انت ما ابو شي قلت مش اخو ابي كل ابو شي ما كسياش صاد كسر الراس اذا سمح سو someone is out side bro اوه عربية المجرمين حركات يا عميك بتشوف ما بتشوف مسكي دول المجرمين على الواجهة ان البيت بتاعنا فري كاندي كاتبين على العربية حلاوة ببلاش ابو علي دول هيضربونا ابو علي انا خايف ما نشوف دلوقتي هنعمل ايه ده هو في كرسي هنا فوق انت بتقول ازاي ازعب ولا ابو علي في كرسي فوق ايوه انا قاعد كده يا شباب روحوا انتوا اضربوهم ابو علي الكرسي ده بتاعي انزل انت اضربه انا مستخدم بتخبي فوق لا انا مستخبي انت هو ابو شويه كمان بتستخبي امال مين اللي هيضرب المجرمين انزلوا عيال بسرعه عشان نضربهم خلينا نشوف دلوقتي على بروتكت يور هاوس لوكن اول ذا ويند المفروض دلوقتي ان احنا نقفل الشبابيك كلها نقفل كده ابو علي الشباك ونقفل الشباك ده كمان ايوه عشان ما يعرفوش يدخلوا اقفل حركه الشباك انت هو مش فايق مش فاضي انت بتتفرج على التلفزيون اقفل كده الشباك بسرعه ايوه ابو علي قفلت كل حاجه نطلع في الدور الثاني كمان بس خايف احسن يمسكوني فوق مش مشكله نطلع كده عشان احنا شجاع بقى مش زي حركات الجبان ايوه قفلنا كل حاجه قفل ده كمان ليتس جو كده قفلنا كل حاجه يلا اطلعوا من الاوضه اطلعوا من الاوضه كمان اطلعوا من الاوضه عشان هنقفل الباب يلا اطلع ايوه اقفل الباب كده بس يلا بينا ننزل تحت كده اما نشوف ايه اللي هيحصل بصوا طبعا الواد كاتب لنا يو ديد ا سوبر جود جوب بروتكتنج ذا هاوس طبعا بيقول لنا في حمايه البيت اونلي وان ويندو واز ليفت اوبن ايه ده بيقول لنا في شباك واحد هو اللي معمول مفتوح انهي شباك اكتب لنا بسرعه براود فيو انا فخور بيكم انهي شباك يا عم خلص اه هو ده بتاع الحمام اوكي ابو علي يا ذكي بص انا اللي عرفته ابو علي وانا كمان بص شكيت في الحمام اوكي ايه اللي بيحصل رجعونا فين اه جابونا هنا تاني في الليفل روم اه ات جوت ليت سو فاست اتس بصوا على الساعه كام دلوقتي الساعه دلوقتي 11 بي ام اوريدي يعني الساعه دلوقتي 11 بالليل وماما لسه ما جاتش برضه اورايت انا اعتقد على الواد ان ماما اتخطفت ليتس سي وات نيوز وي جات اون ذا تي في خلينا نشوف كده الاخبار اللي معانا على التلفزيون وسع فرقة عشان نشغل التلفزيون تاب تاب شغال توم جيري بشا توم جيري ايه يا ابني في عصابه عايزه تخطف وانت تقول لي توم جيري اوكي على الواد اهو الاخبار بص بيقول لنا ايه كيدنابرز ار جيتين سترونجر اوكي لوك اول ذا دورز اند ويندوز طبعا بيكتب لنا كده التحذيرات اقفلوا الابواب بتاعتكم والشبابيك عشان الخاطفين دلوقتي بقى قوية جدا وبيقولوا لنا ان في خاطفين في المدينه اكتر من الاول بكتير زي ما انتم شايفين خاطفين بصوا اطفال كتير ايه يا ابو علي هو بيطمنونا ولا بيخوفونا بيخوفونا بيدونا النصايح او ويل ماشي از يو كان سي بصوا بيقول لنا ايه زي ما انتم شايفين كده وي ار ستيل الايف احنا لسه برضو عايشين nothing to worry about بيقول لنا مفيش اي حاجه ان انتوا تقلقوا عليها ازاي مفيش اي حاجه alright كاتب لنا على اللي انتوا خليكم عادي everyone back to bed okay it's a night already بيقول لنا كل واحد يرجع على السرير بتاعه عشان دلوقتي الجو بالليل فعلا طب ماشي هنروح ننام دلوقتي ونشوف ايه اللي هيحصل في اليوم التاني احنا ما وراناش غير ان احنا ننام كل شويه حركات انا مش عايز اسمع صوتك انت كمان مش عايز بس صوتك مش هيبقى كسياسه وانا مش عايز انام ليه خدني جنبك كده تحت مش عارف انام فوق انت هو بقى مش هو مش معايا ارقص بقى انت مجنون يا ابني بقول لك في عصابه عايزه تخطفني وانت تقول لي ارقص انت هو مش يا عمي كسيه تشي مش كسياسه ايه ده يا شباب يا لوي يا لوي يا لوي يا لوي سمعت الصوت كسروا لنا الازاز استني 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 العصر اضرب اضرب علي اضربوا يا شباب بسرعه ابو علي وادولكم بدينا ابو علي ايه ده حل الحمد لله بص حل انت هو بقى مش معايا ما انا بضرب بص عمال اكسر في راسه ابو علي ايه ده عملتها ازاي ده يا زعبول يا ايه بص طالع في راسه امسك والله مكسر راسك جاي تخطفني يا نوب ما تعرفش ان احنا مجرمين امسك ده انا معايا قوات جيش الحربيه هو فنشناه ليتس جو في واحد تاني اعتقد انت ما مش هيعمل كمان في زلزال زلزال اما نشوف دلوقتي اللي هيحصل جود جاب بصوا طبعا الواد كاتب لنا زي ران اواي بيقول لنا انهم جريوا بعيد اوه احنا هزمناهم they are scared of us oh my god we are too strong for them احنا طبعا اقوياء بالنسبه لهم هم خافوا مننا وجريوا على الواد تقريبا ذا كيد نيبر بوس از ذا سترونجست اني ويز اوكي بيقول لنا القائد بتاع الخاطفين قوي جدا اللي هو قائد العصابه على الواد وير از اور مام طبعا الواد عمال يقول له وير از اور مام برو ام سو ويرد طبعا انا قلقان جدا على ماما وات اف شي جات كيدنابت اوكي بيقول لنا هي تقريبا اتخطفت I'm scared to think about this زعبولة طبعا بيقول له انا خايف ان انا افكر في حاجه زي كده ان ماما تكون اتخطفت يا يعني معقوله اتخطفت على الواد ماما اللي كانت هنا اللي كانت عايزه تحضر لنا الاكل كانت لطيفه بصراحه اوه الباب بيخبط اوعى تفتح استنوا كده على الواد ما نشوف مين مين انت ما افتح بشا sounds like someone is at the door اوكي خلينا نفتح كده no big bro don't even think about opening the door حركات بيقول له اوعى بص تفتح انت ما بتشوي يا بتشوي انت كده ما تفتح بابا بشا حركات بص كاتب فوق ما تفتحش بيقول لي افتح يا نهار زباله حركات بص بيكتب خط اوكي فتحنا ايه ده الراجل العجوز ابو علي قلت لك هو بس قاعد العصابه يا حميكه هو كان بتشا الشبع
قائد العصابة. اوه هي كيم تو كيدنب اس. طبعا هو جاي عشان يخطفنا. فايت هيم. بص الواد اضربوه على طول. خلينا نضربه. امسك العجوز ده كسر راسه. استنى زعبولة. I came here to help you guys. As I said, I'll check on you at some point. بيقول لي زي ما قلت لكم بالظبط انا هاجي لكم عشان اساعدكم في وقت ما. اوكي اوريلي انت فعلا جاي عشان تساعدنا. فالواد بيقول له فطبعا بيقول لنا ايوه I came here to warn you. انا جيت هنا عشان احذركم. You can't stay here anymore. او any longer. يعني انتوا مش هتقدروا تستنوا هنا اكتر من كده على الوقت. You need to escape now. يعني انتوا دلوقتي لازم تهربوا عشان الموضوع بقى صعب. Your mom also just got kidnapped. She's in the secret base now. بيقول لنا مامتكم اتخطفت وهي دلوقتي في السيكريت بيز اللي هو في البيت بتاعهم السري. مام او نو. الواد بصوا زعلان على الواد اللي ورا. Now the choice is yours. اوكي علوية. You go with me to kidnapper base and save your mother. عشان نقدر ننقذ مامتنا. بيقول لنا انتوا لازم تيجوا معايا عشان ننقذ ماما. Guys what should we do? Quick. طبعا خيرونا علوية. بصوا مكتوب لنا ايه. What do you want to do? المفروض دلوقتي escape with old man. نهرب مع الراجل ولا hide in the sewers. خلينا نختار علوية ان احنا نستخبى معاه مش نهرب معاه عشان عايزين ننقذ ماما. No you are a liar. بيقول انت كذاب. won't go with you. احنا مش هنمشي معاك. في صوت يا شباب. wait did you hear that? who was that? الصوت ده علوية. طبعا حركات كذابين. انتوا سامعين الصوت؟ انت معايا حميك بتسلمي ياسر بتسلمي اللاوي عشا 15 واحد. 15 واحد انت مش عارف تعد اصلا. ابو علي احنا المفروض دلوقتي نجري صح؟ نجري يا ابني احنا لسه قايلين هنساعد بابا. انتوا جبنا ليه بس ما تستنوا. everyone run to the tiny house. بيقول لنا الكل اجري للبيت الصغير. تعالوا خلينا نروح للتيني هاوس. كانوا كاتبين لنا كده على نروح للتيني هاوس عشان نستخبى اللي هو البيت الصغير بس فيه فلوس هنا. نسرق الفلوس اللي بره. ايوه بعد كده ندخل هنا. ايه ده يا معلم؟ في الاخر نستخبى ببيت الكلاب. يا عمي كوني بيت الكلاب وانت توليه. لا مش بيت الكلاب يا ابني ده بيت اقعد ساكت بس حركات. هو بيت الكلاب بس ايه الكلاب النظيفه يعني. انت هو ابو شو في كلاب جنبنا ولا ايه؟ كلاب جربان. اقعد ساكت بقى عشان بص مش فضيلك. كلاب جربان ولا مش اقعد ساكت؟ ما عايز سيبك منه ده مجنون. sounds like they went upstairs. طبعا دلوقتي بيقول لنا هم باين عليهم طلعوا فوق السلم فوق. guys what should we do؟ المفروض دلوقتي على fight them escape them. escape escape يا شباب محدش يفايطهم عشان هم ما بينفتوش بسهوله. let's escape while they are upstairs. اوكي المفروض ان احنا نهرب منهم لما يكونوا هم فوق. تعالوا كده ورايا. be quiet. تعالوا تعالوا يا شباب ورايا ورايا. ايوان هنطلع من هنا كده عشان هم بصوا عليه دخلوا من البيت طلعوا فوق. فاحنا هنهرب بسرعه. الراجل العجوز راح فين؟ وهم يجددوا جايين لنا بعربيتين على وش. فين عربيتين؟ هنهرب ازاي يا كابتن؟ جايز وي هاف تو فايند ا سيور. بيقول لنا انت المفروض تلاقي المكان. اوه دول ثلاث عربيات. بيقول لنا نلاقوا المكان طبعا. فايند ات از فاست از يو كان. اللي هو المكان بتاع الصرف الصحي. خلينا ندور عليه كده بسرعه. تعالوا يا شباب بسرعه. انت ما عمتش هتمشي في الطريق. هو فين؟ هتلاقوا اي فتحه في الطريق يبقى هي دي. خلينا نمشي كده. ابو علي ايه ده يا ابو علي؟ فين الزعبول ايه ده؟ خلينا نمشي كده بسرعه. انت ما عمتش هوايا يا او ماي جاد. يا ايه ده ولا انتوا ماشيين؟ ممكن تكون اللي في الارض قدام دي. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هي بص عندها علامه اصلا علامه المهمه. يبي يو فاوند ذا سيور. ليتس جو يا علوية. هابين ايميديتلي. المفروض بيقول لنا ننط فيها على طول فورا. احنا دخلنا فيها دلوقتي. المفروض دلوقتي ان احنا هنكمل المشوار بتاعنا ده في الصرف الصحي من غير ما نموت. بيعرفت طريقه الخروج يعني منه كده. عندنا بوابه والبوابه دي مكتوب عليها بوابه الخروج. بس قبل بوابه الخروج في عندنا اللي هو طبعا السم بتاع اللي هو الصرف الصحي اللي انتوا عارفينه. بيقع فيه بيتسمم على طول بيروح ميت. everyone make it to excite before the sewer floods again. oh my god. بيقول لنا ان الميه دي هتتدفق تاني فاحنا محتاجين نهرب منها بسرعه. هننزل كده. صح هنا مش هتعمل لنا حاجه عشان لسه صغيره. لكن اللي هي الكبيره دي اللي تموتنا. تعالوا كده زعبوله بسرعه. هنا بقى اللي هيموت بقى خلاص كده. فمحتاجين ان احنا نسرع بقى. ايه يبي ايوان بالعقل كده علوية. نط هنا. الواد ده راح هناك ليه انا مش عارف. خلينا نيجي هنا بسرعه. ليتس جو. يا عميك بس بتعمل كبيره. هي كبيره فعلا. هي لو وط ايه ده علوية؟ يا عميك بس واد سيب ولا بس واد بس ما خلصش الواد. ما يعني المفروض ان هو كان يبقى معانا. انا صحيت بروبوكس عشان نوصل للبوابه دي. اوكي يلا حركات. تعالى انت ما مش ما فيش بروبوكس ولا ايه؟ مش دافع حاجه. حركات الفرخه. قوم بص وانا هديلك الفلوس. لا انت مش نشا. انا نصاب يا فرخه يا نوب. زعبول اهو. ما لحقتش والله. بص مش هقوم ب 30 روبوكس انا. يا زعبول انت كمان يا نص. يعني انا الوحيد اللي عايش كده يا نوبات؟ تسيبوني لوحدي مع الخاطفين. انت ما مش مع نفسك يا حبيبي. مع نفسي. بص حركات بعني على اللي بعني عشان 30 روبوكس النوب. هو التاوي اهم منك. تاوي اهم مني. 30 روبوكس اهم مني يا فرخه. طب علي ازاي اصلا ما كانش في وقت معانا ولا مكتوب اي حاجه ولا بتبقي كام؟
ايه النصب ده فعلا؟ ما كانش كاتب وقت على الواي ولا عامل اي حاجه. المفروض دلوقتي ان انا اروح للبوابه دي. حتى بص انا صاحب روبوكس ومش عايز برضه تشتغل معايا. انا صاحب روبوكس يا كابتن، المفروض ان احنا نعدي. اللعبه وقفت. والله انا صاحب روبوكس على الفاضي حركات، انا فعلا غلطان. المفروض ان انا كنت اجي معاكم. بص على الواي الباب مش عاوز يفتح، اللعبه علقت. المفروض ان احنا كنا ندخل. يا نهار زباد على النصب. فعشان كده هنط تاني مع حركات واصحابي. اوكي وصلنا عند البوابه النوبه دي كمان مره، عشان المره دي لازم نهرب كلنا. بص كلنا الناحيه التانيه على الواي، لازم نجري بسرعه. ماشي حركات. ها مايك مش غداه ولا ايه؟ ابو شاجب شو؟ يلا بينا زعبوله. اوكي يلا يلا يلا، نيجي هنا وهنا. يبي اختصارا كده للطريق. ليتس جو. او ماي جاد، طبعا على الواي المره اللي فاتت انتوا شفتوا بنفسكم ايه اللي حصل. اطلع ليتس جو. عديت وزعبوله عدى كمان. انت هو ابو شتينه؟ ايه حركات يا فرخه يا نوب، انت مش عايز تطلع؟ انت هو ابو شتينه؟ دي مش نوبه. ايه ده الواد موت نفسه. وات؟ موت نفسه مع حركات صاحبه. ابو علي وهو بيجيب العربيه. وبالنسبه للي ورانا ده ايه، شغال دكتور محرمي هو كمان. مش هيموت نفسه مع حركات. مش عارف ابو علي حركات، بس بيموت تحت اهو. هربنا. ليتس جو ليتس جو اول ذيس واي او ذا واي داون. هننزل تحت على الويه. ابو علي المكان السري ده ما كنتش متخيل كده. او ماي جاد، ايه المكان ده؟ يا نهار زبادي، بصوا كده فين؟ ايه ده علو، احنا شكلنا هنتعمل بطاطس هنا. وات از ذيس بليس؟ اي سو ذيس از واي اوت. انا اعتقد ان المكان ده هو الطريق الخروج. الواد كاتب كده طبعا. انا اعتقد هيجيبونا اللي انا كنت لسه بقوله، هيجيبونا بص مجرمين. ويل ويل ويل، بص كاتب لنا ايه علو. ده البوس، البوس بتاع المجرمين تقريبا. There are no ways out. طبعا بيقولوا لنا مفيش اي طرق للخروج. Now we are trapped here forever. واو، بص بيضحك لنا الضحكه النوبه زيه. او ماي جاد، يلا بينا نكسر راسه. امسك ثانيه، امسك العصايه. تعالى يا نوب، بصوا قلبناها على الواد ده بيضحك علينا النوب. او ماي جاد، بص بيضرب ده. يلوي يلوي يلوي، هيموتنا يا شباب. استنى ما حدش يضربه دلوقتي. استنى يا زعبوله، يهربوا منه بس دلوقتي. استنوا ما يخلص ضرباته عشان مش بيحصل له حاجه. ايوه هيت ذا بوس، المفروض دلوقتي نضربه. ليتس جو، ناقص دمنا على الفاضي النوب. ايوه يلوي. وبص بالضبط تنزل في العلوز. ايه ده يا شباب؟ يلوي. ايه يا شباب ده؟ او ماي جاد، بص على الويه كميه فخاخ. ابو علي انا ضربت جامد. كل ابو علي التفاح، كل ابو علي الكحك. او ماي جاد، تفاح تاني. رجعت دمي. انا معايا فلوس على الويه، يا ريتني كنت اشتريت كحك او تفاح او اي حاجه. ابو علي سامع. انا بص دمي على الويه ما بتجيش فيا، والله ما بتيجي فيا. بص والدم بينقص. ايه ده؟ ايه النوب ده؟ يا شباب هيموتني. ابو علي صعب جدا. ابو علي ده موتت انا كمان مع نفسك يا نوب، والله ما انا صحي لك ده مجنون. اوكي يا زلمه، انتوا شايفين رجعنا على اللوبي تاني. البوس مجنون جدا. احنا الفلوس اللي بتبقى معانا دي المفروض نشتري بيها حاجات قبل ما نمشي، احنا نسينا. ابو علي ده مجنون جدا. انت هو ابو شخشيو كمان معايا؟ لا حركات، انا هستنى الالوين ما يجهزوا كده ويخشوا معانا. هي دي اللعبه الوقت. ازرق ده كله تروح لعبوا وجربوا. اقول لكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات هزمتوا البوس ولا لا. ويلا بينا حركات، انتوا زعبوا لجهزوا نفسكم على الاوتوبيس. هنستناكم هناك. سلام.